هون راح نحل exercise 4 page 269. Solve the following differential equations. Y prime minus 5y equals 0. هيدي سهلة. شكلها مثل y prime minus ay أو plus ay equals 0. جوابها دغري y equals c e power minus ax. يعني y equals c e minus a راح تكون شو هي plus 5a. يعني power 5x. التانية هون y prime plus ay equal b والb مش 0. كمان نفس الأسرة راح تكون y equal c e power minus ax plus b over a. c e power minus a يعني minus 2x plus b over a يعني plus 3 over 2. ماشي ما نكون حافظين بس قاعدة. هيدي اللي هون قلنا مفروض يكون حد ال y prime بده يكون في 1 مثل هون مثل هون. فبيجي بقسم على 3 هيا مثل ما عملت أنا هون. بتصير عنا y prime plus 1 over 3y equal 0 over 3 يعني 0. صار شكلها هيدي مثل هاي اللي هون. كمان السوليوشن y equal c e minus ax. هيا c equal minus ax. هلا هيدا الشكل كمان بدي اقسم كله على 3. لازم يكون حد ال y prime في 1. y prime minus 5 over 3y equal 6 over 3 يعني 2. يعني شكلها y prime plus a y equal b. نفس الشيء يعني الجواب y equal c e power minus a. هون عندنا minus 5 over 3 and minus a means plus 5 over 3 x. اخر شيء plus b over a يعني plus 2 over minus هيدي راح يطلع جواب minus 6 over 5. هيدي y double prime وعندنا هون f of x equal 0. بجيب هلا تاني ميل بتعمل integral مرتين عشان تطلع معنا ال y. اول شيء شلت prime وحدة وعملت integral بتاني ميلة. هي جوابها بيطلع half cosine half sine 2x plus c1. بيرجع بتعمل مرتين بتشيل الديريفاتيف مرتين من هون بتعمل انتجرال للجواب. بتعمل انتجرال على دفعتين. اول انتجرال بتشيل الديريفاتيف وحدة. تاني انتجرال بتشيل الديريفاتيف التاني. فبيطلع هيدا جواب. هون نفس القصة بتشيل هيدا الفانكشن البارت 6 بتاخد هيدا ال 2x minus 2x plus 3 بتاخده لتاني ميلة. بصير عندك y double prime equal ها بتعمل لها ديريفاتيف على مرتين. اول ديريفاتيف بتشيل وحدة بتعمل انتجرال. بصير عندك هون 2x square over 2 minus 3x اياها يعني x square minus 3x و plus c1 رح يطلع جوابها هيك. بترجع بتشيل هيدا بتعمل انتجرال جديد. الانتجرال لهيدي هي x cube over 3 minus 3x square over 2 plus c1x وبتزيد عندك انت constant plus c. انا عاملهم دغري جواباتهم للانتجرال من دون ما احط شعار الانتجرال. هيدي ما اخذناها بعد ان شاء الله بكره بنشرحها. هيدي مثلها هاي اللي هون مثل الحال البارت بالبارت 6 البارت 9 مثل البارت 6 والبارت 5. بدي اعمل انتجرال على مرحلتين. بجيب هولا تاني ميل وبعمل انتجرال اول مره جوابها رح يطلع هيك. برجع بعمل y equal انتجرال لهول جوابها رح يطلع هيك. ماشي هيدي بعد مش ماخذينها امبلا بتزبط لانه هيدي شكلها y prime square plus 4y prime y plus 4y square بتزبط identity. جوابها كأنه a square plus 2ab plus b square. ايه فبتصير اذا هيدي كلها square equal 0 يعني هيدي y prime plus 2y equal 0 صارت شكلها مثل part 1 for y equal c e power minus a x. يعطيكم العافية. ان شاء الله تكون واضحة قدامكم. ايه مش يعطيكم العافية.